شنت مقاتلة التحالف العربي غارة جديدة على مواقع وتحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في محافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مواقع للميليشيات في منطقة الصافح بمديرية نهم، ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط عدة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية إلى جانب فرار أعداد كبيرة منهم. ذكرت مصادر محلية أن الجيش والمقاومة تمكنوا من قتل وإصابة 23 من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قياديين في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، حيث حاولت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية التسلل في وادي الجيشي بقرية الريبي بمنطقة حجر غرب مديرية قعطبة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الجيش والمقاومة، وأسفرت عن مصرع 16 من عناصر ميليشيا الحوثي متمردة، بينهم القياديين البارزين في الميليشيا المدعو معمر السقاف والمدعو عوض بدر الدين الكهالي وجرح 7 آخرين. اندلعت مع قوات الجيش الوطني بمديرية المصلوب جنوب غرب محافظة الجوف. وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية استمرت عدة ساعات بعد محاولة هجوم فاشلة قامت بها مجاميع تتبع للميليشيات الحوثية في جبهات سداح ووقز بالمصلوب. وكانت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران حجدت مقاتليها خلال الأيام الماضية واستخدمت تعزيزات مختلفة قادمة من محافظات عمران وصعدة لشن هجوم واسع على جبهات محافظة الجوف. شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية عمليات قصف واسعة على مواقع للقوات المشتركة ومنازل المواطنين شمال وشرق مديرية التحيطة بمحافظة الحديدة، واستخدمت ميليشيا الحوثي في عملية الاستهداف القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة. وتواصل الميليشيات سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة من خلال قصف مواقع على القوات المشتركة ومنازل المواطنين. أصيب مواطن بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون في الطريق العام بجبهة قانية بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية أن لغم انفجر بسيارة تحمل أسطوانات غاز أثناء مرورها بالطريق العام في جبهة قانية التابعة لمحافظة البيضاء، مما أدى إلى إصابة السائق. وتعمل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على زراعة الألغام في الأماكن العامة والأحياء السكنية والطرقات دون مراعاة وتفريق بين المدنيين والعسكريين، وخلال 5 سنوات من ممارستها انتهاكات وحقوق الإنسان، وثقت المنظمات الدولية والإنسانية آلاف الضحايا من المدنيين سقطوا جراء ألغام الميليشيات الحوثية بالإضافة إلى القنص وإطلاق القذائف.